سيدة عمرها 21 عاماً في حالة صحية حرجة بعد أن نهشت لحمها النمور في محمية القطط البرية بالقرب من أنديانا بوليس. كانت ماريسا دوب تنظف الحظيرة حوالي الساعة الواحدة عندما عبر النمر راجا البالغ من العمر 18 عاماً من القفص من البوابة غير محكمة الإغلاق وهاجم ماريسا. لدى وصول زملاء العمل كان رأس دوب بين براسين النمر، واستطاعوا تخليصها من خلال رش الماء على وجه النمر وجذبه بعيدا من خلال بعض اللحم. خلال 6 دقائق تمكن المشرفون من إعادة راجا إلى قفص الحجز.